احد الجماهير دخل في ارضيه الملعب على ما يبدو. لا الجماهير تقوم ب بعض الشغب في هذه الاثناء. يضطر حكم المباراه لايقاف اللعب. خالد شراحيلي خليك عند القائم الثاني لك بعيد. الجماهير شوف ما تقوم فيه الجماهير الماليزيه في هذه الاثناء. تصرفات تبقى غير مقبوله بالتاكيد. حكم المباراه يضطر لايقاف اللعب هذه في هذه اللحظات. يعني جماهير المنتخب الماليزي كانت هادئه طوال ال 88 دقيقه. الاجواء كانت ممتازه. لا يوجد شغب، لا يوجد شيء. في اخر دقيقتين تتغير الامور، وبعد ذلك تقوم ببعض التصرفات الغير مقبولة تجعل اللاعب يتوقف. قبل نهاية المباراة فقط بدقيقتين لم تكمل جميلها، وتبقى أجواء المباراة جيدة لكنها تقوم بتصرفات غير مقبولة في هذه الأثناء. جماهيرنا مطالبين الآن ب الجماهير الماليزية بالفعل يعني تجعل او تربك الوضع، تربك الاجواء في الملعب على من الجانب الامني ومن جانب اللاعبين ومن جانب الكل. خلاص فان مارفيكو الكل خروج خروج. الوضع لم يعد محتملا، واظن حتى نحن عليه الخروج في هذه الاثناء لانه اللاعب سيتوقف. لا اعلم اذا كان حكم مباراه سيستانف دقيقتين، متى سيستأنف، ماذا سيكون، ما هو سيكون التصرف القادم من جانب حكم المباراة. إذا اللاعبين المنتخبين يتركون أرضية ملعب المباراة الآن بسبب الشغب الجماهير الكبير في هذه الأثناء من جانب جماهير منتخب ماليزيا التي كانت تقوم بدورها بشكل جيد وبشكل قانوني في 88 دقيقة، ولكن في آخر دقيقتين ربما بسبب ما حدث من نتيجة المباراة وردة الفعل تقوم بتصرف غير طيب إطلاقا وتجعل الأجواء صعبة في هذه الأثناء. وننتظر ما يمكن ان يحدث في الدقائق القادمه من المباراه. دقيقتين متبقيه، طبعا اللاعبين تركوا ارضيه الملعب، ونبقى ننتظر قرار الحكم في هذه الاثناء. سيداتي وسادتي ساعود.